السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. البرهان يقول إنه لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، والقوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته، ويؤكد أن القوات المسلحة هي من أجهضت المحاولة الإنقلابية. حميتي يتهم السياسيين بإعطاء الفرصة لقيام الإنقلابات بسبب انشغالهم بالمناصب عن معاش الناس، ويقول إن المدنيين مارسوا الإقصاء مع شركاء الفترة الانتقالية. الناظر يطالب حمدوك بالاعتذار لشعب شرق السودان بسبب الاتهامات التي وجهها لهم، ويتهم قوى اليسار بأنها جزء من الانقلاب لضرب الشعب ومصالح السودان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعدم استطاعة أي جهة إبعاد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة من المشهد. وقال البرهان خلال مخاطبته فعاليات تخريج دورة القوات الخاصة بمعسكر المرخيات اليوم الأربعاء أنه لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، وأن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته، مؤكدا لم نسمع أي حزب يتكلم عن الانتخابات أو يتكلم عن نهاية الفترة الانتقالية. وأضاف البرهان نقول للسياسيين نحن الذين أجهضنا المحاولة الانقلابية وليست جهات أخرى. طبعا الناس كلهم تابعوا المحاولة الانقلابية وما دار حولها، نحن برضو بنجدد أنه نحن بنقول لأخواننا السياسيين المحاولة الإنقلابية دي أجهضوها ناس، نحن ديل أجهضناها، نحن ديل الغبش ديل، ما في جهة ثانية أجهضتها، لأنه نحن مقتنعين ومؤمنين بهذا التحول، التحول الديمقراطي. أبدا ما فينا زول داير يستولى على السلطة، ولا فينا زول عنده الرغبة أنه يستولى على السلطة، دايرين مع بعض مع القوة الوطنية، القوة المخلصة اللي بتؤمن بشعارات الثورة، واللي بتؤمن بأهداف الفترة الانتقالية، أنه كلنا نضع يدنا في يد بعض عشان نمضي لمستقبل يؤسس لدولة ديمقراطية، دولة مدنية. ما عندنا مشكلة، نحن كلنا دارين الدولة المدنية ودارين الدولة الديمقراطية، الدولة اللي بيختار الشعب السوداني وبجيب الشعب السوداني عن طريق الانتخابات. نحن ثاني ما علينا إلا نحيي ونمشي نقعد نحرز تدريبنا ونحرز خنادقنا ونحرز حدودنا ونحرز هذه الدولة الديمقراطية، نحرزها ونحن كل من يحيد عن طريق الديمقراطية وكل من يحاول أنه يتسلق أو يتصدى لها، نحن واجبنا أن نتصدى له، نحن واجبنا أن نوفر ونساعد كل الأجهزة الحادبة على أن السودان يبني الدولة اللي يحلم بها هذه، نحن كلنا نساعد في تأسيسها. وفي ذات السياق أكد البرهان أن الجيش هو الحامي الأول والأخير للتغيير، وما حدث يوم أمس خير مثال بإجهاض محاولة الإنقلاب. وقال البرهان إن هناك جهات معنية لا هم لها سوى الحصول على كرسي في وزارة أو ولاية والطعن في المؤسسة العسكرية، وما يؤكد ذلك عدم حرصها على قيام انتخابات حرة أو اهتمام بحياة المواطنين الذين يعانون ألم الجوع بسبب الأزمة الاقتصادية. ما في زول يقول والله الجهه الفلانيه هي الحاميه التغيير، والله ابدا التغيير ده حامينه انتو ديل وحارسينه انتو ديل. والحدث امبارح ده مثال حقيقي انه منو الحارس التغيير ومنو القلب على التغيير. واضح انه في جهات معينه ما عندها هم غير انها تلتقي عليها كرسي في وزاره والله في ولايه وتظل تقاتل من اجل هذا الكرسي، كل همها وقتالها من اجل هذا الكرسي. ما شفنا لنا اي جهه والله حزب قاعد يتكلم عن الانتخابات او بيتكلم عن الديمقراطيه او بيتكلم عن نهايه الفتره الانتقاليه، نحن كلنا بنتكلم عنها. ما شفنا اي واحد من القوى السياسيه بيتكلم، بيمشي يقعد مع المواطنين في الواطه، في الواطه هناك هن العريانين الجعانين العطشانين في كل فيافي السودان قاعدين وبيعانوا الان. ما في قوى سياسيه قاعد تمشي تقعد معاهم، ولا في زول قاعد يمشي يخاطب مشاكلهم، ما في، تاركنهم ومتفرغين هنا للمشاده وللمهاتره وموجهين كل سهامهم لنا احنا كقوات نظاميه. المعيار اللي بيختاروا به الناس، بيختاروا به الموظفين، جزء كبير من الدوله
هو شتم العسكريين والإساءة للعسكريين. إذا أنت ما بقيت من الصنف ذا ما بتلقى طريقة تقعد لك أو تدخل لك في كرسي ولا توظف لك في وظيفة. شدد البرهان على وجوب مراعاة الشراكة مع من أسماهم الشركاء الأصليين والحقيقيين، وأضاف البرهان أنه لا يمكن لجهة واحدة أن تحكم البلاد ما لم نتوحد جميعا، منوها أن المكون العسكري تم إخصاؤه من مبادرة رئيس الوزراء رغم أنه شريك أساسي بالفترة الانتقالية وبيده فعل كل شيء. وأكد البرهان أن القوى السياسية انحرفت عن مسارها الصحيح. نحن نقول يا أخواننا، نحن نقول الشركاء شركاءنا الحقيقيين والأصليين، يجب أن هذه الشراكة نرعاها بحقها، يجب أن هذه الشراكة نخدها نصب أعيننا، لأنه إذا كان في جهة واحدة بتتخيل أنه ممكن تسوق البلد دي وتوديها، أبدا ما في جهة واحدة بتقدر تمشي ما لم كلنا نخد يدنا في يد بعض ونتوحد ونوحد جهدنا. ما في إقصاء لأحد، ما في إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية نحن اتفقنا عليها. نحن كلنا شفنا مبادرة رئيس الوزراء، نحن كمكون عسكري تم إقصاءنا منها، المبادرة التي تمت في قاعة الصداقة كلنا تم إقصاءنا نحن منها، نحن مكون وشريك أساسي من شركاء الفترة الانتقالية، وبيدنا كل شيء، كل شيء بيدنا كل شيء. نحن لنا سنتين تركنا كل العمل التنفيذي لمجلس الوزراء لأخواننا السياسيين، وواثقين ثقة كاملة في أن هؤلاء المواطنين السودانيين زي ما هم نحن وطنيين هم أيضا وطنيين، زي ما هم سودانيين نحن برضو سودانيين، لكن في النهاية الخيل بتظهر أو بالخيل الحرة بتجي في اللفة. نحن شايفين أنه المزالة منحرفت عن مسار الصحيح. قوة سياسية كانت جالسة معانا يوم 11 وكنا نتفاوض معها، الآن تساقط منا جزء كبير، جزء كبير تساقط منا. نحن بندعو اليوم وبكرة أنه يجب أن تتوحد هذه القوة. شن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي هجوما عنيفا على شركاء الفترة الانتقالية من المكون المدني. وقال حميتي في فعالية تخريج القوات الخاصة بوادي سيدنا المرخيات إنهم لم يجدوا من شركائهم إلا الإهانة والشتيمة، على الرغم من تقديم العسكر كل شيء لإنجاح الفترة الانتقالية. وأوضح حميتي أن السياسيين مشغولين بالصراع على الكرسي وتقاسم المناصب دون حل مشاكل المواطن ومعيشته، مما دفع البعض حتى بيع أنبوبة الغاز لتوفير ضروريات الحياة. واتهم حميتي شركاء الفترة الانتقالية من المدنيين بممارسة الإقصاء حتى مع الذين وقعوا معهم الوثيقة الدستورية، واصفا ما يحدث بالتهريج والتخبط. نقولها بشكل واضح وصريح، السبب هم السياسيين الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات، لأنهم أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية، وانشغلوا بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب، مما خلق حالة من عدم الرضا وسط المواطنين. المواطن الغلبان يعاني يومياً من أجل توفير الطعام والدواء والخبز ومياه الشرب النظيفة والمواصلات دون جدوى. بعض المواطنين هاجروا إلى بلدان أخرى، وبعضهم أجبرته ظروف الحياة لبيع ممتلكاته، حتى أن بعضهم باع أنبوبة الغاز من أجل توفير ضروريات الحياة. كل هذا المواطن صابر يقول بكرة غدا سيكون أفضل. نحن العسكريين منذ اليوم الأول في التغيير لم نبخل بشيء، ولم ندس المحافيل مثل ما ظل يروج أصحاب الأجندة الخفية. لقد سخرنا كل إمكانيات القوات النظامية، وعملنا بكل طاقتنا دون كلل أو ملل من أجل مصلحة شعبنا الكريم واستقرار بلادنا، تنفيذا للعهد الذي قطعناه للشعب بالحفاظ على الفترة الانتقالية وتحقيق شعارات الثورة وصونا للشراكة بالشركاء إلا الإهانة
والشتم ليل ونهار لجميع القوات النظامية، فكيف لا تحدث انقلابات والقوات النظامية لا تجد الاحترام والتقدير؟ كشف وزير الدفاع ياسين إبراهيم أن قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود. وأضاف إبراهيم عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها هو الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية، وتمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات. وأكد الوزير أن التحقيق جاري لاستكمال استجواب هذه المجموعة وبيان تفاصيل هذه المحاولة. بسم الله الرحمن الرحيم. التأم اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد أن تواردت لدي الأجهزة الأمنية معلومات مساء الأمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء الركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه عدد 22 ضابط آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود، حيث أكدت ذلك التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية بهدف الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية. تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماءهم في التحقيقات، وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة، إذ نؤكد بأن تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز بيغزة وتضافر الأجهزة الأمنية، وتم ذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات. لقد ظلت القوات النظامية على العهد بها دوما تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات هذا الشعب الصامد الأبي، وبهذا تؤكد قواتكم النظامية على أنها صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن. عاش الشعب السوداني حرا أبيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفى رئيس المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك أي صلة له بالتمهيد للمحاولة الانقلابية التي أعلن عنها أمس، مطالبا بإجراء تحقيق في الاتهامات التي وجهت له. وقال ترك لصحيفة الجريدة إن الغرض من تلك الإشاعات المغرضة هو التخويف، مؤكدا أن هذه الإشاعات لن تخيفنا ولن نتنازل عن قضايانا حتى ينال شعبنا حقوقه. وأوضح ترك أن اللجوء إلى إغلاق الطرق والمواني يأتي من أجل انتزاع حقوقنا كاملة. وفي ذات السياق طالب ترك رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بالاعتذار لشعب شرق السودان لاتهامات الحكومة المتكررة له وللمشاركين في الاحتجاجات، تارة بالتمهيد للانقلاب وتارة بالانتماء للنظام السابق. واتهم ترك قوى اليسار التي تدعي الديمقراطية بأنها جزء من الانقلاب، وذكر أن من يقفون خلف الانقلاب هم من يسعون لضرب الشعب ويقفون ضد مصالح السودان. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشرق للحيلولة دون انزلاق الأوضاع، وأعلن عن اعتزامهم تنفيذ خطوات تصعيدية جديدة من خلال إغلاق مطار بورسودان الدولي. قالت النيابة العامة إن المحاولة الانقلابية على الدستور ومؤسسات الانتقال هي عمل إجرامي يهدد تطلعات المواطنين وآمالهم في الحياة الكريمة. وأشارت النيابة في بيان لها إلى أنها ستكون سدا منيعا لحماية الفترة الانتقالية والدستور، ولن تتوانى في ردع أي من كان إذا سلك مسلكا يخالف القانون ويقوض الدستور ويعرض حياة الآخرين للخطر.
أدان حزب المؤتمر الشعبي المحاولة الانقلابية الفاشلة أمس، وثمن دور الجيش في حماية البلاد والحفاظ على أمنها. وقال الحزب في بيان له إن فشل الحكومة الانتقالية في معالجة القضايا الملحة وخضوعها للقوى الأجنبية يشكل أهم الأسباب التي تغري طالبي السلطة عبر الانقلاب، كما أن الحاضنة السياسية للحكومة تتحمل المسؤولية التاريخية عن كل ذلك الفشل بسبب تحويل السلطة أداة لتصفية الخصوم السياسيين. ودعا البيان لحل الحكومة الانتقالية الحالية وتكوين حكومة قومية من كفاءات وطنية لا حزبية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية والشروع فورا في الإعداد للانتخابات في خلال عام واحد. حمل القيادي بقوى الحرية والتغيير بشرى الصايم المكون المدني والعسكري مسؤولية تفاقم أزمة الشرق، وقال في تصريح إن الأزمة بدأت مطلبية بإلغاء مسار الشرق وتحولت إلى قضية سياسية، وأشار إلى أن الموقف السياسي أدى لتبعات اقتصادية ثقيلة بعد إغلاق طريق العقبة وميناء أوسيف وميناء تصدير البترول والميناء الرئيسي والتهديد بإيقاف شركات الذهب. وأوضح أنه رغم هذه التداعيات لم تجتمع مجالس السلام والأمن والدفاع والشركاء والمجلس التشريعي المؤقت لمناقشة هذه الأزمة الوطنية، مما يدلل على وجود صراع مدني عسكري تسبب في تعقيد الأزمة واستمرارها. أكد رئيس حزب الأمة الوطنية عبد الله مسار أن الديمقراطية الحقيقية هي تمليك الرأي العام للمعلومات الصحيحة وليس العمل من تحت الطاولة. وقال مسار في تصريح له إن حمدوك ابتعد كثيرا عن الجماهير، مضيفا أن المجموعة التي تحيط به تخفي عنه كثيرا من الحقائق، مستغربا من تعامل حمدوك مع أحداث الوطن الكبرى ببرود كبير وكأن البلاد خالية من المشاكل، محذرا حمدوك من ثورة شعبية. نحن دارين ديمقراطية، لكن ديمقراطية سليمة ما ديمقراطية قشتي. دون الاستبداد أخوي مع أخوي أو ده كده وده يجيب مرته وده يجيب نسيبه، ده ما ديمقراطية. ولا دارين ديمقراطية ملخبطة اللي ماشي الآن دي. ديمقراطية استبداد ساكت. نحن عايزين ديمقراطية في الشارع على بيجده بس. نطرح رقبتنا للشارع، يجيبوا كله ولا يحطوا في راسنا. لكن بالملابة تحط طرابيزة وطلع قرار واحتجب فلان وسيب فلان وحاسب فلان وشيل مع فلان، ده ما أنا هذي محقق. عشان كده بقول لأخواننا دي يا حمدو، انت ما زال عندك فرصة، انت قاعدتك القاعدة جابتك هي القاعدة الثورة، والسوار دي جابوك بعدت منهم يا أخوي. الآن الجمال حولك دي ما بوصلوك لحاجة. الشارع دي بعيد كده بعيد كده لما يجي في القصر الجمهوري في مجلس الوزراء ويقول لك مع السلامة، أحسن ما تفصل الحكاية دي. احسن ترجع للشارع، ترجع للمواطن العادي، احسن تخاطب قضايا المواطن. وانا مستغرب سيد الرئيس ده بارد جدا، يعني شفته مداك في خطاب حكومته بارد جدا كانه ما في حي في السودان. قالوا حرقه الجنينه ما في حي، قالوا الضعيف فيها مظاهره ما في حي، قالوا نيالة فيها ما. قالوا كسر قابه الغير. بس قاعد يعني ما عنده انا ما اعرف حياته بتاثر بي. ولا هو ذاته وتركيبته وكذا، لازم ينفعل مع الحاكم، ينفعل مع ظروف الناس. دي نقطه اثنين، الناس بدل ما يمشوا لاي حدث يا اخي، في احداث كبيره بتقع في البلد امشي اقول فيها. ولذلك انا بفتكر انه السياسي ده موجود في 24 ساعه يا اخي. الاخوان المسلمين دي المفتحين 24 ساعه حكم فات منه، انت 8 ساعات ما قادرين تمسكوا الحكم دي. انا بفتكر انه دي حكايه مهمه جدا. بعدين الشعب السوداني الشعبي ما بيتخوف، الشعب السوداني تعال تكسب التي احسن، تكسب الكلام الطيب، تكسب المعامله الكويسه، تكسب انك لكن بالخوف ما بيجيك، ما بيمشي معاك. أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيا محاولة الانقلاب في السودان داعيا للالتزام بالعملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب. وأضاف أنطونيو في بيان أن أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في السودان سيعرض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس على الجبهتين السياسية والاقتصادية للخطر، ودعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في الالتزام بالعملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي.
أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيف بوريل المحاولة الانقلابية في السودان. وقال بوريل في تصريح صحفي بحسب وكالة سونا للأنباء إن الاتحاد سيواصل دعم الانتقال السياسي في السودان لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية في البلاد. أعلنت دول تريكا إدانتها للمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد صباح أمس للاستيلاء على السلطة. وأضافت تريكا في بيان أن دولها تعرب عن دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان وترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر. وشدد البيان على ضرورة أن يعمل المكونان المدني والعسكري وجميع الفاعلين السياسيين معا لمنع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي وإنشاء مؤسسات انتقالية ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان داعية إلى تقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة العادلة. وقال متحدث وزارة الخارجية في بيان مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة التي قام بها عسكريون ومدنيون للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية في السودان. وأضاف أن الإجراءات المناهضة للديمقراطية تهدد الدعم الدولي للسودان بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، داعيا إلى تقديم المتورطين في محاولة الاستيلاء على السلطة إلى العدالة. أدانت دولة قطر بأشد العبارات محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلن الجيش السوداني عن إحباطها. واعتبر بيان للخارجية القطرية تلك المحاولة استهدافا لتطلعات وآمال الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة. وجدد البيان دعم قطر الكامل للسودان وشعبه الشقيق من أجل الحفاظ على سيادة ووحدته وأمنه واستقراره. اختطفت جهة مجهولة مدججة بالسلاح صباح اليوم الأربعاء الصحفي عطاف عبد الوهاب من أمام منزله بالكلاكلة واقتادته إلى جهة غير معلومة. وقال شهود عيان من أسرة الصحفي إن المجموعة لم تبرز هويتها وكانت تمتضي عربة بوكسي عليها لوحة منظمة تطوعية. ورجح الشهود أن يكون المعتديين تابعون لكتائب حنين البعثية أو لجنة التمكين. ويعرف عن الصحفي عطاف معارضته الشديدة لحكومة قوى الحرية والتغيير. أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي أنه سيتم استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في المستقبل القريب. وأضاف فيليكس خلال كلمة في جلسة افتتاح المناقشة العامة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن تعزيز مناخ الثقة المتبادلة ضروري، وتم إبلاغ الدول الثلاث بهذه النقاط وستستأنف المناقشات في المستقبل القريب دون تحديد موعد. وشدد على أن وجود مراقبين من أي دولة أو مؤسسة يقبلها الأطراف سيكون موضع ترحيب، في إشارة لتمسك السودان بدعم مصري لتعزيز الوساطة الإفريقية بتواجد أوروبي أممي أمريكي. طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني وملزم حول تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي. وأشار السيسي خلال كلمة له في افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: تعلمون جميعا إلى وجود تعنت ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية واختيار المنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع. وأكد السيسي أن نتاج العشر سنوات بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكمله.
بأكملها، مضيفا أن مصر لا تزال تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. تجددت الاشتباكات العسكرية والمعارك القتالية في إثيوبيا فجر أمس بين قوات التيغراي والكومنت في مواجهة الجيش الفيدرالي وميليشيات الأمهر المسنودة بقوات إريترية، وأدانت تلك المعارك إلى نزوح وفرار عدد 280 لاجئ إثيوبي من قبيلة الكومنت إلى داخل الأراضي السودانية، حيث تم استقبالهم وإيواؤهم بواسطة لجنة طوارئ إسكان اللاجئين بالقضارف والمفوضية السامية بمعسكر استقبال باسنغا بمحلية باسوندا الحدودية. ومن ضمن المواصلين 116 طفل و95 من الرجال و69 من النساء، ليصبح العدد داخل معسكر باسنغا 1734 لاجئا. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البرهان يقول إنه لا توجد حكومة منتخبة في البلاد والقوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته، ويؤكد أن القوات المسلحة هي من أجهضت المحاولة الإنقلابية. حميتي يتهم السياسيين بإعطاء الفرصة لقيام الإنقلابات بسبب انشغالهم بالمناصب عن معاش الناس، ويقول إن المدنيين مارسوا الإقصاء مع شركاء الفترة الانتقالية. الناظر يطالب حمدوك بالاعتذار لشعب شرق السودان بسبب الاتهامات التي وجهها لهم، ويتهم قوى اليسار بأنها جزء من الانقلاب لضرب الشعب ومصالح السودان. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.